نعود إلى موضوعنا اللي نوهت عنه عن آلام الركبة واحتكاك المفاصل واللي هي من الشكاوى الشائعة اللي تصيب الرجال والنساء من جميع الأعمار واللي برزت العديد من التقنيات الطبية لمعالجة هذه المشاكل وبالتحديد بين قوسين الذكاء الاصطناعي كيف نحن نقدر أن نستخدمه لصالحنا في عمليات المفاصل. حول هذا الموضوع المهم واللي أنا عن نفسي يهمني وايد أرحب بضيفي الدكتور علي البلوشي استشاري المفاصل وجراحة العظام. صباحك نور، مرحبا بك ويانا. صباح الخير والسرور وشكرا على الاستضافة. الله يخليك دكتور علي. أنا يعني نوهت أن هذا الموضوع يهمني وايد لأن أيضا أنا من الناس اللي تمارس الرياضة ويت فترة يمكن كنت أمارس الرياضة بشكل نوعا ما خاطئ يعني وبشكل مكثف خلنا نقول أثر على المفاصل عندي والركب. هذا الشيء أدى إلى ظهور صدور أصوات عند الركب، هل هي أحد أشكال الخشونة خشونة الركبة؟ أو إذا بنوضحها أكثر للمشاهد في البداية مفهوم خشونة الركبة. نعم، أول شيء طبعا خشونة الركبة يستوي تقشر في سطح المفصل، فإشارة الآلام اللي أنت الصوت اللي يظهر في المفصل هذا أول ممكن عرض يكون يظهر فيه المريض إن بداية احتكاك المفصل، وممكن يكون حتى يعني مش سبب لاحتكاك المفصل الصوت. فإذا حسيت بألم في وقت الرياضة أو مع صوت فهذا معناته أن الاحتكاك بدأ عندك، فلازم تنتبه لنفسك وتروح عند الطبيب وتغير من الرياضة اللي تمارسها. فمن المسببات يعني طبعا الرياضات العنيفة، فلازم تراعي السن و المريض شو محتاج بالضبط، شو العلاج الطبيعي اللي محتاجه، شو التقويات العضلات اللي محتاجها. كل سن له علاج طبيعي خاص به. نعم. طيب الأعراض الأخرى غير صدور الأصوات في خشونة الركبة شو؟ نعم طبعا الآلام، التورم، التيبس في المفصل، هاي من أهم الأعراض. والإحمرار أيضا؟ الإحمرار عادة التهاب، ممكن يكون التهاب روماتيزمي أو النقرس. طيب الحين احنا تكلمنا عن أسباب خشونة الركبة وآلام الركب وتكلمنا عن أعراضها والصور اللي تتجلى فيها، طريقة علاجها واستخدام الذكاء الاصطناعي في علاج المفاصل. طبعا الذكاء الاصطناعي في عمليات الركب الصناعية هاي أحدث تقنية في عملية الركب الصناعية. طريقة نحن نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بكل بساطة، نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي بحيث نحن نسوي مجسم ثلاثي الأبعاد المفصل الطبيعي أثناء العملية، ونشتغل على المجسم ثلاثي الأبعاد اللي نحن نخطط للعملية شو الأحجام المناسبة للمريض هذا، شو القصات المناسبة بالزوايا المناسبة للمريض هذا، وكيف القصات اللي نحن نسويها تناسب أنسجة المريض. بعد ما نتأكد كأن سوينا العملية على المجسم ثلاثي الأبعاد وتأكدنا أن النتائج ممتازة راح تكون، نبدأ بتنفيذ العملية تطبيقها. فقبل نقص مليمتر من العظم نحن نعرف كيف بتكون النتائج. عن طريق 3D موديل اللي بنيناه بالذكاء الاصطناعي وقت العملية نفسه. بعد ذلك نقوم بتنفيذ العملية بقص أو تقدرين تقولين نحت العظم بحيث أنه يناسب المفصل الصناعي بالضبط، وأحسن من الروبوت في تنفيذ التخطيط ما يكون في أي شيء ثاني لأن في دقة عالية في تخطيط وتنفيذ العملية. فبعد ما تحط المفصل الصناعي يكون بالضبط مثل ما خطط بدون أي يعني مفارقة عن التخطيط في مجسم ثلاثي الأبعاد. قبل كيف كانت تأخذ الإجراءات؟ قبل طال عمرش نحن ندخل ونحط أجهزة تقليدية ونقيس ونقص المفصل وبعدين نحط المفصل ونشوف. في احيانا يكون طبعا القصات مش موالمه للانسجه فنبدا بتطويل الاوتار، بعد ذلك طبعا يكون في الام و نشوف الصور معاك. نعم هاي طبعا المجسم اللي انت شايفتنا، هذا المجسم ثلاثي الابعاد، هاي مفصل جزئي فيساعدني طبعا المجسم انا احدد حجم المفصل، الزوايا اللي راح نقص فيها، وكيف راح تكون طبعا درجة التصحيح. شفتي هناك مكتوب 6 درجة، احنا عدلناها 4، ما نبي تعديل انه يكون 0 لان هذا راح يكون على المريض مؤلم جدا، وفي نفس الوقت هذا يعني يعطينا إشارة أن كيف بيكون المفصل بعد العملية قبل أن نقص مليمتر من العظم. فهذا يعني هذا يتنبأ لك بما سيحدث بعد التنفيذ. هذا التخطيط الدقيق يعني العملية الجراح يقدر يسويه، وكل مريض ركبته تفرق عن الثاني طبيعي، فهي فكل ركبة له قصة مختلفة عن الثاني بالفعل. أما الطريقة التقليدية نحن نحاول نحط القصات كلها متطابقة لبعض. وهذه دكتور؟ إيه نعم، فمثل ما شايفة هنا نحن خططنا نسوي مفصل جزئي، خططنا الزاوية تكون 4 درجات، حققنا نفس الزاوية اللي نحن بغيناها، شايف اللون البرتقالي تحت، هذا نحن ما مثل هاي وضع الركبة بعد العملية
فمطابقة للتخطيط اللي نحن خططنا له 3D. على 3D موديل. نعم حلو. يعطيكم يعني القراءات كاملة كنتائج قبل لا تبتدون التنفيذ. نعم. تحسبوا لأي خطأ قد يقع. اي نعم. فهذا طبعا يبعد الخطأ البشري ويعطيك دقة عالية. هاي ركبة بالكامل احنا خططناها. شوف الأنسجة كيف متوالمة مع القصات نحن سويناها بدرجة 2 مليمتر من الجانب الداخلي والخارجي. فهاي الهدف اللي نحن نريده يعني في كل عملية. هي. ونتلاشى الأخطاء البشرية اللي ممكن تحصل. كم تستغرق هذه العملية خصوصا أن فيها 3D موديل هذه؟ نعم. في البداية. نعم. 10 دقائق أكثر عن الطريقة التقليدية. بس التحضير لها بشكل مسبق؟ لا لا نفس وقت العملية. نفس وقت العملية. يعني هي 10 دقائق فقط. إضافة على الطريقة التقليدية. أها. فمش وقت كثير ويعطي دقة للمريض أكثر ويعني يبعد الأخطاء البشرية. فأنا أشوف 10 دقائق هاي يعني ولا شيء. يعطيكم النتائج اللي تبونها بالضبط. بالضبط. Exactly. نعم. صحيح. هذا نوع من استخدام الذكاء الصناعي في عمليات المفاصل. صحيح. هل في نسب يعني نقدر نقول عنها عالية في هذا؟ نعم. النوع من المجال. نعم. العمليات. أول شيء طال عمرك نحن بدينا بالعملية هاي في يناير 2018. إلى الآن مسوين حوالي 150 حالة في دولة الإمارات. ما شاء الله. ونتائج جدا ممتازة. الآلام أقل، الركفري، التأهيل والعلاج الطبيعي أسرع. وعلى المريض يعني ما يحتاج فترة طويلة إنه يرجع لطبيعة عمله. أنا هذا السؤال يا بسألة لأن أنا كل ما أريد يعني أخضع للعلاج في هذه المسألة أجل لأن أقول بيخرب علي السكجول في الجيم أو في. نعم. الصالة الرياضية. أنت ما شاء الله عليك صغيرة في السن. فأنت ما تحتاجين الركب الصناعية. إيه. أنت عندك آلام فأنا أنصح تسوين رنين مغناطيسي أساس نعرف شو سبب الآلام وشو محتاجة بالضبط. يمكن محتاجة تعديل نمط الحياة. وهذا اللي أنا أوصيه أول شيء المريض، تعديل نمط الحياة حيث تناسب الحالة اللي عندك. العلاج الطبيعي أو مثلا الجيم، تقوية العضلات، الممارسات اللي أنت تسوينها في شغلات مو بزينة. مثلا والله أكثر شيء أنا أشوفه في عيادتي شيوعاً اللي هو الليونة في الغضروف تحت الصابونة. مش خشونة، ليونة. شو أسبابها هاي شيوعاً؟ فهاي يعني الليونة اللي تكون موجودة عادة عند الحريم، طبعا سببها الـ الـ ممكن ضعف بالعضلات، محتاجة بس تقوية عضلات. فإذا أنت عضلاتك ضعيفة وتبدأ تسوي سكواتين كأول تمرين تسويه في الجيم الآلام راح تزيد. فمفروض يبدون أول شيء بالستيشنري بالأجهزة المعتادة بحيث العضلات تقوى، الوزن لازم يكون مناسب لطول المريض، بعد ذلك طبعا يبدا يزيد من التمارين. ما يكون اول تمرين يسوي سكواتينج ولونجز اللي هو تنزل على الارض مع اوزان، هاي تزيد الالم على الناس اللي يروحون الجيم لاول مره ويلتحقون في الجيم لاول مره في حياتهم بدون اي ارشادات. بدون اي ارشادات. فانا انصحهم دائما اللي يروحون الجيم ابدا بسيط، ابدا بتقويه العضلات باجهزه. واذا حسيت بالم لا تكابر. روح عند الطبيب، شخص حالتك، سوي رنين مغناطيسي. يمكن ما عندك أي مشكلة، كل المحتاجة تغيير نمط الرياضة اللي تناسبك في البداية وبعدين زيادة تدريجية مع الوقت. طيب دكتور، بالنسبة إذا خضع الواحد لهذا النوع من العمليات 3D موديل، كم يحتاج لوقت الريكفري أو نقاهة؟ طبعا يعتمد على العملية إذا هي نص مفصل أو مفصل بالكامل. بالنسبة للنص مفصل الريكفري يكون أسرع بكثير، يعني خلال 3 أسابيع يرجع لنمط حياته ويسوق سيارته ويطلع ويمشي بشكل رياضة طبيعي بدون عكاز. بالنسبة للنص ركبة نحن ننصحهم أنه يرجع لمارس حياته بشكل طبيعي. أما بالنسبة للمفصل بالكامل أنا أنصحهم تجنب الجري والركض بس. المشي، يمارس المشي، طلوع نزول الدرج عادي. الرياضات اللي يسويها بالأجهزة مثلا في الجيم ستيشنري ما عنده مشكلة، بس يتجنب الضغط العالي مثل الجري والركض يعني. هناك أيضا أنا سمعت أن يقولون دكتور في درجات للخشونة. صحيح. شو هذه طبعا احتكاك المفصل طال عمرك يبدأ ب تقشر سطح المفصل. يبدأ في منطقة بسيطة وبعدين تدريجيا يزيد أنه يأخذ سطح أكبر. أوكي. فأول شيء طبعا نحن ننصح المريض أول أعراض بتكون ممكن يكون صوت أو ممكن يكون صوت مؤلم أو ألم. بنقول له والله عدل من الرياضات، مارس المشي، جنب الجري والركض، عدل من وزنك، إذا وزنه زايد يقلل من وزنه. هذا يأثر. أول شيء. بعد ذلك طبعا ممكن تأهيل، علاج طبيعي، تقوية العضلات، الابتعاد عن الرياضات العنيفة. والمريض يتحسن وما يحتاج عملية جراحية. تعديل نمط الحياة بالنسبة للصلاة واليلسة على الأرض، نقول له والله لا القرفصاء فترة طويلة هاي مزعجة فيتجنبها. نعم. نعم بالفعل. أيضا الشنط الثقيلة، يعني النساء نحن نحمل الشنط تأثر كثير طبعا. هذا يضيف إلى الوزن اللي عند المريض لأنه يأثر على العمود الفقري أيضا.
طبعا هذا ممكن، وهم يزيد وزن يعني فكأنه زايد والله إذا 4 كيلو كأن المريض زاد 4 كيلو. صح بالفعل بالفعل. يعني نحن يعني نحمد الله على هذا التطور والابتكار، واللي دائما الذكاء الاصطناعي نستخدمه في كثير من مناحي الحياة بالأخص في الطب والصحة اللي يخدم الطب والصحة الناس. والله توه بادين فيه بس طبعا الذكاء الاصطناعي نحن نستخدمه في حياتنا اليومية بشكل يومي بشكل يومي ومن مدة طويلة. طيب دكتور، هل هناك في شيء حاب تضيفه في موضوعنا اليوم بالأخص في آلام الركبة أو خشونة الركبة وأيضا ما روبو تكنولوجي؟ طبعا الحين بوجود الروبوت دقة في تخطيط وتنفيذ العملية، أنا أتعامل مع كل مريض على حسب التلف اللي صاير في الركبة. فإذا كان تلف جزئي أمامي أسوي له مفصل أمامي فقط، إذا مفصل جانبي أسوي له مفصل جزئي فقط، إذا تلف بالكامل أسوي له مفصل بالكامل. نعم. ليش؟ لأن نحن عندنا يعني دقة في تخطيط تنفيذ العملية. فعمليات المفصل الجزئي عادة تكون أصعب من عملية المفصل بالكامل، بس للمريض هي الأفضل إذا هو كان محتاج لها، لأن نحن نحافظ على الأربطة الصليبية على الجزء الأمامي والخارجي من المفصل الطبيعي. فالمريض يتعافى بشكل أسرع، يحس أن ركبة طبيعية ويمارس نشاطاته اليومية بدون أي تغير يعني. جميل جدا. أنا حابة أشكرك حقيقة الدكتور علي البلوشي استشاري المفاصل وجراحة العظام، وأكيد يعني عقب الهواء أنا بتصل فيك وبرتب أقرب موعد معاك إن شاء الله عساس ما نهمل ولا نكابر الآلام اللي نشعر بها في خشونة الركبة. شكرا لك على وجودك اليوم، صباح الخير يا بلادي. الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا.